زي ما احنا عارفين نزلت عنا باكج الموميا الاسطوري اللي فيه ثلاث موميات، الموميا الجديده والموميا البيضاء والموميا الصفراء. طبعا اخونا ساوي اخوان اعطاني حسابه على اساس انه افتح على الباكج بشكل جدا اسطوري، ونشوف الحظ يا اخوان هل حصلنا على الباكج يا اخوان ب 6000 شده فقط. خلينا نشوف يا اخوان، تابع الفيديو، لايكاتكم اشتراكاتكم للفيديو يا اخوان وللقناه باذن الله، وخلينا نبلش بالفيديو وليتس جو. السالفة افتح افتح اسمك يا الحضر خارج لا ول 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 سيقول حتى السلاح ما تفرح يا عم على ابو هالراس هذا فايز ماكو ما طلع وقف 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 لا 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 ثواني ثواني يكفي يا الله تعملش؟ يلا افتح علينا عاد مال جسمه انت ما عندك كل سلاح من الوصف؟ افتح البيت فتحنا تقريبا 5000 6000 طلع طلع في البروز ودي بي بس الحال خرا ليش شو ما طلع لك سلاحين يا زلمه شو فالك يا زلمه العكس بكره بدنا نسلاح غير بالمضمون هذا صاحبي حمود اللي كنت مدخله وياي 4000 شد حجي تدري ايش شنو؟ لقيت شحن ايش طلع له؟ طلع له كروزه وطلع له الدي بي وطلعت له الموميا اللي الصفرة حط لك اي حط لك اي حلو في النص مالته تمام طبعا.